السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طالباتي حبيباتي طالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكل حبيباتي في درس يليق بدروس مادة التربية الإسلامية، وكل عام وأنتم بخير حبيباتي بمناسبة بدء الفصل الدراسي الثاني، متمنيا من الله عز وجل أن يجعله فصلا دراسيا مليئا الدراسة والمذاكرة والنجاح والتفوق. رؤية المدرسة إعداد فتيات متعلمات مبدعات قادرات على بناء مجتمع واعٍ متحضر محافظة على أخلاقه وقيمه ومستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. وكما تعودنا حبيباتي قبل بداية شرح الدرس ينبغي علينا أن نتعرف على القيمة الأسبوعية، والقيمة الأسبوعية لهذا الأسبوع هي التسلية، فيجب على الإنسان أن يتسامح مع أخيه الإنسان كما أمرنا الله عز وجل وأمرنا الرسول الكريم، وذلك لكي يعم الخير والمحبة بين الناس في المجتمع، ولذلك لابد أن يتسامح الإنسان مع أخيه الإنسان. هيا بنا لكي نتعرف معا على قوانين التعلم عن بعد. أولا، أختار مكان هادئ للجلوس. ثانيا، أتأكد من وجود كتبي وأدواتي. ثالثا، أجلس جلسة صحيحة أمام الجهاز. رابعا، أشاهد الدروس المصورة جيدا ثم أحل الواجب. خامسا، أحل واجباتي اليومية والأسبوعية في مواعيدها المحددة. سادسا، أعتمد على نفسي أثناء الحل. ولذلك حبيباتي لابد أن نتبع هذه القوانين لكي نصل إلى النجاح والتفوق. درسنا اليوم حبيباتي يندرج تحت المجال الأول من مجالات التربية الإسلامية، وهو مجال القرآن الكريم. والدرس اليوم بعنوان سورة الصفات، وهذه السورة حبيباتي بالتلاوة من الآية رقم 1 للآية رقم 13. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على آداب تلاوة القرآن الكريم. من آداب تلاوة القرآن الكريم حبيباتي وقد درسناها من قبل، أولا الطهارة والوضوء والسواك قبل تلاوته. ثانيا، الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. وما معنى كلمة استعاذة حبيباتي؟ أحسنتم، أي قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيضا ترتيل القرآن الكريم وتجويده. ثم التأني وعدم العجلة عند تلاوته. وماذا أيضا حبيباتي؟ أحسنتم، التزام الخشوع وحسن الجلوس. ثم البسملة عند تلاوته. والمقصود بكلمة البسملة أي قول بسم الله الرحمن الرحيم. ثم تدبر القرآن الكريم عند تلاوته. ولماذا نتدبر القرآن الكريم عند تلاوته؟ أحسنتم حبيباتي، وذلك لفهم القرآن الكريم وفهم معانيه. وأخيرا، توقير القرآن الكريم. كيف نوقر القرآن الكريم حبيباتي؟ أحسنتم، من خلال وضعه في المكان المناسب، أي وضع المصحف الشريف في المكان المناسب.
أحسنتم حبيباتي. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف معا على أهمية قسم المال. الهدف الأول أن تقرأ الطالبة الآيات تلاوة صحيحة. الهدف الثاني أن تستنبط الطالبة مهارة التجويد في القرآن الكريم. والآن حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح الكتاب صفحة 14 وذلك للتعرف على التهيئة. عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال زينوا القرآن بأصواتكم. السؤال حبيباتي استنتج من الحديث السابق أدبا من آداب تلاوة القرآن الكريم. هيا حبيباتي ما هو؟ أحسنتم، تحسين الصوت وتجميل. هيا بنا حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح الكتاب صفحة 14 وذلك للتعرف على بين يدي الآيات الكريمة. فصورة الصفحات هي صورة مكية، عدد آياتها 182 آية. وما تتناولت حبيباتي؟ تناولت موضوع التوحيد والوحي والبعث والجزاء لتثبت دعائم الإيمان. هيا بنا حبيباتي لكي نتعرف على الهدف الأول وهو أن تقرأ الطالبة الآيات تلاوة صحيحة خالية من الأخطاء. هيا بنا حبيباتي لكي نستمع إلى تلاوة الآيات من سورة الصفات من الآية رقم 1 إلى الآية رقم 13. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا فالزاجرات زجرا فالتاليات ذكرا إن إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجبت ويسخرون وإذا ذكروا لا يذكرون وإذا رأوا آية يستسخرون
وقالوا إن هذا إلا سحر مبين أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ أَوَآبَاؤُنَا الْأَوَّلُونَ قُلْ نَعَمْ وأنتم داخرون فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ والآن حبيباتي بعد أن استمعنا إلى تلاوة سورة الصفات هيا بنا لكي نتعرف على معاني كلمات الصعبة الواردة في الآيات والصافات أي الملائكة المسحوقين بانتظار تنفيذ أمر الله تعالى فالزاجرات أي الملائكة الذين يسوقون السحاب فالتاليات ذكرى أي الملائكة الذين يتلون آيات الله تعالى مارد أي متمرد خارج عن الطاعة يقذفون أي يرجمون نحورا أي إبعادا وطردا واصب أي دائم لا ينقطع طين لازب أي متصل بعضه ببعض هيا بنا حبيباتي لكي ننتقل إلى الهدف الثاني هو أن تستنبط الطالبة مهارة التجويد في القرآن الكريم ومهارة التجويد حبيباتي بيندرج تحتها الرسم العثماني اقرأ الآيات التالية ولاحظ الكلمات الملونة بالأحمر والصافات فالزاجرات فالتاليات السماوات المشارق نلاحظ هذه الكلمات حبيباتي كتبت بطريقة غير المعتاد عليها في اللغة العربية أو الإملاء فمثلا كلمة الصافات كتبت هكذا في القرآن الكريم ولكن عند كتابتها حسب قواعد الإملاء تكتب واو ألف لام صاد ألف مد فاء ألف مد تاء ولكنها كتبت بهذه الطريقة في القرآن الكريم فيا ترى لما كتبت هذه الكلمات في القرآن الكريم بهذه الطريقة؟ سميت الطريقة التي كتب بها المصحف بالرسم العثماني لماذا حبيباتي؟ نسبة إلى الخليفة الراشد عثمان بن عفان رضي الله عنه الذي تم نسخ القرآن الكريم في عهده إذن عندما نقوم بتعريف الرسم العثماني
سوف نقول هو الرسم الذي كتب به المصحف أيام أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، والمراد به طريقة الكتابة القرآنية التي نشاهدها في المصحف. والآن حبيباتي أمامكن مجموعة من الكلمات كتبت بالرسم العثماني، وأيضا نفس الكلمات ولكنها كتبت بالكتابة الإملائية. هيا بنا حبيباتي تأملي هذه الكلمات لكي تعرفي الفرق بينهما. والآن حبيباتي على كل طالبة أن تقوم بفتح الكتاب المدرسي صفحة 19، وذلك لكي نتعرف معا على هذا النشاط. اقرأ الآيات الآتية من سورة الصافات ثم استخرج الكلمات القرآنية التي تختلف عن الرسم الإملائي وأدونها في الجدول أدناه. من هذه الكلمات حبيباتي التي كتبت بالطريقة العثمانية: يا ويلنا، وأزواجهم، فاهدوهم إلى صراطي، من سلطان، قوما طاغين، فأغويناكم، إنا كنا غاوين. هذه الآيات تشمل كلمات للرسم العثماني